صباح الخير والبركة والنشاط على حضراتكم. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح مي. عارفين ان الاجواء ممكن ما تكونش مشجعة على النشاط والحيوية، لكن ان شاء الله النهاردة يبقى يوم كله تفاؤل وكله نشاط وكله انتاجية. قبل ما نتكلم في اي فقرة من فقراتنا النهاردة، خليني ارحب بحضراتكم مرة تانية. ارحب واشكر زملائي خلف الكاميرات وزميلي اللي بيشاركني الحلقة النهاردة. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مونيكا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الاثنين 5 فبراير 2024. ان شاء الله انا ومونيكا هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة من خلال 3 فقرات زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما. الفقرة الاولى بتكون الفقرة الاخبارية اللي بنقول فيها اهم واخر الاخبار اللي حصلت مؤخرا. اما بقى فقرتنا التانية فهتكون الفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها اهم واخر المنشطات المتصدرة للمشهد الصحفي. وهذه الفقرة تكون مع زميلتي مونيكا وضيفها عبر الهاتف استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. بعد كده بننتقل مع حضراتكم للفقرة الثالثة. النهاردة فقرتنا اقتصادية بحتة. البورصة هتطلق إن شاء الله منصة لتصدير الأصول العقارية خارج مصر. عايزين نعرف تفاصيل أكتر وعايزين نتعمق جوه الموضوع. هيكون إن شاء الله ضيف أندرو في الاستوديو أستاذ محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. قبل ما نتكلم في أي فقرات، خلونا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع لحضراتكم.